أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه بعد مرور شهر على كارثة تفجير مرفأ بيروت يلبي لبنان نداء الحبر الأعظم البابا فرانسيس لإحياء يوم صلاة وصوم، وهو يذكر أرواح الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين أصيبوا والمواطنين الذين فقدوا ذويهم وأحباءهم وأرزاقهم، مشدداً على أن التحقيقات مستمرة والعدالة ستطبق على كل متسبب أو مهمل، وهذا حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الأمل. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه رسالة تضامن من البابا فرانسيس إلى الشعب اللبناني بجميع فئاته، مشدداً على أن للبنان مكانة خاصة لدى الكرسي الرسولي، وهو موضع عناية واهتمام بالنظر إلى ما يمثله من قيمة ونموذج للعيش معاً بجميع أبنائه مسيحيين ومسلمين. On a parlé aussi de la situation du fait que le Liban n'est pas seul. N'est pas seul dans cette situation de difficulté. Il a trouvé le soutien de beaucoup de pays qui ont donné leur aide pour la reconstruction de la partie de la ville qui a été affectée, frappée par l'explosion. وإلى مرفأ بيروت المدمر توجه لاحقاً الكاردينال بارولين، فاستقبلته شبيبة كاريتاس على طريقتها. من لبنان السلام الأخوة والإنسان، يا فرح الحرية في كل مكان، يا فخراً يا عزاً يا لبنان. زيارته إلى موقع التفجير لا تشبه أي زيارة أخرى لأي ضيف آخر، فقد كانت بعيدة من السياسة ومن الحديث السياسي، واتسمت بالصلاة وبالصلاة فقط. صلاة حضرت من شبيبة كاريتاس باسم كل الجمعيات الخيرية يلي اشتغلت على أرض الواقع مشكورة، شبيبة كاريتاس وكل يلي عملوا حتى يقدموا المساعدات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس البطاركي والعساكر الكاثوليك في لبنان. حضرنا وقت الصلاة. Alors nous avons prié pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ont été affectées par cette explosion. On a prié pour les morts, pour les blessés. وخص أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين مستشفى الوردية الذي تعرض للأضرار نتيجة انفجار بيروت بزيارة تفقدية، والتقى الراهبات العاملات فيه والمشرفات عليه ناقلا إليهن بركات البابا فرانسيس. والتقى الكاردينال بارولين كذلك عدداً من أهالي ضحايا الانفجار، واستمع إلى معاناتهم وخساراتهم لعائلاتهم وبيوتهم وصلى معهم. وجال كذلك أمين سر دولة الفاتيكان في مركز فوج إطفاء بيروت الذي سقط له شهداء في ذلك اليوم المشؤوم.